هل العالم على وشك الدخول في مرحلة الكساد الكبير مرة أخرى؟ حضراتكم سنة 1929 ثم الثلاثينات دخلت أمريكا والعالم في أزمة ضخمة اسمها أزمة الكساد الكبير. البعض بيقول دي كانت ليها ظروفها، وإن الوضع الآن مختلف، وإنه حتى لو الرئيس ترامب ما سمعش الكلام زي الرئيس هوفر زمان ما سمعش الكلام، ده مش هيؤدي إلى كساد كبير ومش هيحصل هذا الانكماش الخطير. إلا إن البعض بيقول الرئيس ترامب يسمع ما يسمعش، اللي هيحصل أزمة كساد كبير في أمريكا والعالم، لأن هذه الأزمة كانت موجودة بدايتها 2008، وبعدين كل بنوك الغرب اتدخلت وأنقذت هذه المؤسسات من الإفلاس، إنما لم يتم وضع حل استراتيجي، وبنية الاقتصاد العالمي هتؤدي بالضرورة إلى أزمة اقتصادية عالمية كبرى على غرار الكساد الكبير. يبقى احنا في الكساد الكبير في عشرينات القرن العشرين والثلاثينات بالطبع، يعني آخر عشرينات كل الثلاثينات، وبالتالي ممكن يكون في أزمة كساد كبيرة جاية في القرن الحادي والعشرين بغض النظر عن الرئيس ترامب أو ما بعد الرئيس ترامب. ده جزء من حركة التاريخ ودورة الاقتصاد وبنية النظام الاقتصادي العالمي، لأنه أمريكا عندها أزمة ديون كتيرة جدا، عندها عجز موازنة كبير جدا. طبعا أمريكا بتطبع دولارات زي ما هي عايزة، فطبعت تريليونات الدولارات أثناء الأزمة 2008، لكن لم تغطي هذه الدولارات ببضائع، وبالتالي ده ممكن يؤدي إلى أزمة كبيرة. أضف إلى ذلك إن رئيس ترامب عايز يشغل المصانع في أمريكا، لكن الناس البسطاء والعمال متصورين إن ده بالنسبة لهم هيبقى كويس، إنما أمريكا عايشة بوضع اقتصادي ووضع معيشي أفضل بكتير جدا مما ينبغي. يعني المفروض يكون الأمريكان في وضع معيشي أقل من كده، هم عايشين أكتر من قدراتهم، وإن الديون وطباعة الدولار تغطي هذا الأمر. لكن بعد شوية لو حب يشغل مصانع، المصنع مش هيكسب في إطار المنافسة مع الصين وغيرها إلا إذا أجور زهيدة للعمال. يبقى العمال اللي مبسوطين جدا دلوقتي إن في مصانع هتشتغل، قدام هيواجهوا مشكلة كبيرة، لأن هذه المصانع ما تقدرش تنافس مصانع الصين ولا تربح إلا إذا العمال نفسهم يكون عندهم أجور زهيدة زي العمال الصينيين، وبالتالي عجز الموازنة وزيادة المديونية وطبع الدولار وبالتالي التضخم اللي ممكن يحصل وعدم القدرة على المنافسة، كل ده ممكن يؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة في أمريكا يقود إلى كساد جديد، يبقى كساد القرن الحادي والعشرين زي ما كان في كساد القرن العشرين. ده تحليل، وفي مثقفين ومفكرين مع هذا الرأي، إنما في آخرين أكثر تفاؤلاً بيشوفوا إن أمريكا ممكن تتجاوز أزمة المديونية، وإن ممكن الاقتصاد ينطلق، وإن العالم ممكن يشهد موجة من الانتعاش وليس الكساد. إذن في رأيين، إنما الرأي اللي بدأ يزيد في العالم هو الرأي للأسف اللي بيقول إنه قد يكون هناك كساد جديد في القرن الحادي والعشرين مثيل ما حدث في القرن العشرين.